اليوم بدي أرجيكم جيم اسمها إكسيون. إكسيون هي لعبة بتشبه كتير لعبة اسمها فرست بانك. أنت عندك مدينة بدك تقعد تبنيها، بس هالمرة المدينة حتكون بكوكب محطة فضائية، تمام؟ بدك تنشئ محطة فضائية. طبعاً بيقول لك إنه الكوكب الأرض بلش يتدمر ولازم نتركه ونمشي وندور على كواكب تانية. فأنت بدك تجهز هاي أول شيء بدك تجهز هاي المحطة اللي تروح فيها على الكواكب التانية، تمام؟ هعمل سكيب للإنترو. مهم، فبدك تجهزها بالأشياء اللي فيها، بالصناعات اللي فيها لحتى تروح فيها على الكواكب التانية. طيب، فهلأ مثلاً شلون الجيم تمشي؟ بكل بساطة مثل ألعاب المدن كلها ياتها، في عندك شوارع بدك تبني اللي هي شغلات لحتى تشغل الشوارع وهكذا. مثلاً أنا هون حظبط، أنا صرت حافظ شوي هذا المكان. راح أعمل هاي مثلاً وححط هاي جنبها وراح أحط هدول هيك، وهون حقل له عبي حديد، تمام؟ هذا المخزن. فبصير تعمل مخازن، هذا اللي هو بصير بيبني الأشياء. فهون مثلاً بيبنوا هذا. هدول المباني موجودين جوا، فأنا حفكهم وأخذ الحديد. ليش في بقلب محطة فضائية هدول الأشياء ما بعرف، بس مو قضية. راح أخذ الحديد، وهذا الحديد حجمعه هون وبعدين استعمله. خلينا مثلاً كمان نقول إنه نحن نشيل أي هات، وهذا حنحط فيه الأكل. طبعاً لازم نفود لحتى نشتغل، تمام؟ طبعاً هون حيجوك اللي هن مجلس الإدارة تبع المحطة الفضائية ويحكوا معك. هلا أنا كلوست لازم، شكراً لك. طيب، فشوي شوي رح نبني البيس تبعنا ونجهزه لحتى نطلع فيه على الفضاء، تمام؟ هلا مشان ورجيكم شغلة حأروح وأعمل هيك. خلينا نروح على هاد. مشان أورجيكم أنا وين وصلت. فبعد ما تجهز السفينة تبعك أو المحطة الفضائية وتوصل للتست إنك تجرب الانجن، الانجن هذا بيدري شو يصير له وبيعمل مصيبة وبياخدك على المستقبل، بيعمل لك نطة هيك على المستقبل. فهون مثلا أنا عملت هوني، أنا مجهز هذا البيس. هلأ هون لاحظوا في مصانع وهيك، وإذا بتطلع كمان فيك تشوف الشغلة من برا. طبعاً لما أنت تجي من برا كمان فيك تبني اللي هي سولار بانلز وتظبط الكهرباء والقصص هاي، تمام؟ إيه، خلينا نرجع نفوت. وفي عندك كمان اللي هي الماب هون. طبعاً أنا هون لأ بالأرض، بس الأرض هالمرة إذا بتطلعوا هون هتلاقوا إنه الأرض اتدمرت، لأنه هذا الشيء بالمستقبل بعد ما عملنا المصيبة، وأظن الأمر هون كمان مكسر. ففي شيء بيصير وبدك تعرف شو هو، بدك تحاول تحل القصة. إذا عملنا لود كمان مرة حأورجيكم شيء تاني، نورجيكم هون عشان تعرفوا كيف الجيم حتكبر. طيب يلا لود، خلص لود لود لودينج لودينج. ايه هلا هون مثلا هاي المحطة صارت اكبر شوي، في عليها هذا الجهاز، واذا فتنا على المحطة نفسها شوفوا كيف صار عندي كذا مكان ابني فيه. فبصير عندك اجزاء، هدول الاجزاء فيهم الناس اللي عم تشتغل، والناس هاي ممكن تتعب من الشغل اذا كانوا كتار. بدك تحاول توازن بين عدد الوظائف وعدد الناس. وطبعا الناس ما بتجيبهم، الناس بتلاقيهم بالكرايوبودز، في هدول الاشياء اللي بتلمهم بقلبهم العالم بتدوبهم وبتطلع الناس منهم. في كمان هون مزارع النمل عشان طعميهم النمل، ليكوا هدول عم يعني يلموا النمل. وهون في مزارع اللي هي الهي نبات وما نبات وكذا. طبعا هون بتلم انت ايس من العالم اللي حواليك، اللي هو المجموعة الشمسية اللي حواليك، وبتصير بتعمل فيها شو اسمه، تحولها لمي، المي بتتحول لأشياء ممكن تزرع فيها، تمام؟ هلأ مثلا إذا بتيجي بتطلع شوف، هلأ هون عم يرجيك هاي واحدة من الأماكن اللي هلأ عم نصلها، لأنه نحن بلشنا نسافر برا العالم. طبعا هلأ أنت في عندك سفن صغار، إذا بتيجي بتطلع هون في عندك هدول السفن، هدول كلياتهم بيروحوا بيحفروا بينقلوا أغراض وهكذا. ف
انا هون مثلا حاجي اطلع حتلاقي هون مثلا هذول كلهم سفن جايين راحين يجيبوا الحديد من هون ويجيبوه على البيس تمام. وهون كمان في عنا اللي هو الاماكن اللي فينا نعمل فيها ساينس. بس خلينا نشوف هاي عندي هاي السفينه موجوده هون حابعتها على هاي وراح اجي يصير عندي مهمات. مثلا انا احنا وصلنا هذا الكوكب فيه هذول الكريستالات الكبار شو اعمل؟ عم اقول له مثلا استابليش انفراستراكشر جهز يعني هيك مثل بيس مشان يقدروا يفوتوا بدون ما ينأذوا كتير العالم تمام. فاي شوي شوي بتصير بتزبط طبعا. بس اللعبة كتير صعبة صراحة. الموضوع انك توازن الاشياء توازن الكهرباء توازن التراست الهال انتجريتي لانه عندك بعد الجمب اللي صارت جسم المحطة شوي شوي عم بتكسر فلازم يضل في حدا دائما عم بيصلح فيه. شايفين هاي وهاي شغالين بس عم يصلحوا بالهيئة بالمحطة قاعدين قاعدين نازلين شغل. ف اي هاي الشغلات بدك تدير بالك عليها. هلا هون مثلا الاكل دائما مشكلة. بس هون مثلا عندي هذا المكان بيطلع اكل منيح فيعني ماشي الحال. خلينا نعمل شغلة. هون كمان فيك تجي كل سفينة بتقول له مثلا شو نوع الاشياء اللي يجيبها. هذا موصفه انا بس يجيب ايس. هذا انا مثلا موصفه بس يجيب كربون. هاي كربون وايس. هاي مثلا روح يجيبي هاي الشغلات. وهكذا مشان شو مشان نقعد نصنع. اذا بتطلع كمان الريسيرش كبيرة. ليش كبيرة؟ هلا هي هيك شكلها مو كبير بس انت فعليا كل واحدة من هدول اذا بتجي بتلاقي كمان في هون لسته تانية من الاشياء اللي لازم تنعمل. مثلا هون كولونايزيشن تريننج سنتر هذا هيلزمنا كمان حتى نعمل الاشياء اللي بدنا اياها. او مثلا خلينا نعمل ابجريد للساينس شيب مشان تقدر تروح وشو اسمه تعمل ساينس. هون هذا الكوكب موجود ما بعرف شو هذا اللي صاير هون بس مو مهم. طيب نطلع فوق ونشوف هون شو صاير بعد 4 سايكلز لحتى يخلص. 4 سايكلز يعني 4 سنين لحتى يخلص هاي. فانت قاعد هون شغال ما بعرف اذا هي سنه ولا لا. سايكل ريفولوشن وان ريفولوشن اوف ستيشن هي لفه الستيشن مره يوم. اوكي تمام. فهي هي الفكره. هلا مثل ما قلت لكم اللعبه فيها شويه صعوبه لانه التوازن هاي الامور صعب. طبعا بدك تجرب تعمل مساكن تكون مرتبة. بدك تنتبه انه الناس مبسوطة. طبعا هون الناس بصير مع اكتئاب anyway لانه قاعدين بالفضاء وخلص كوكبهم اتدمر وهن علقانين على هاي ستيشن فكلهم زعلانين. كمان مع الوقت بصير تقدر تفتح اللي هي السكشنز الجديدة لحتى تقعد تشتغل. مثلا بقدر ابعت هذا اقول له روح افتح لي هذا السكشن مشان نبلش يلا نروح نشتغل على هذا السكشن تمام. هاي هي اكسيون. مثل ما قلت لكم صعب كتير وزائد القصة شوي مع الوقت بتصير يعني بالبداية بتكون فظيعة بعدين بتصير عادي ما في شيء فظيع. انا لسه ساعتني يعني بالنص الاولاني بس النص هذا ما كان فظيع. هلا بجوز بعدين بالاخير تزبط ما بعرف بس مش كأنه صعب كتير انه لحتى اوصل اصلا. وشغلة تانية هي انه معمولة كبازل يعني انت اظن انه متوقع منك تعمل الاشياء بترتيب معين. هذا الترتيب حتمشي عليه دائما كل جيم يعني ما في انه والله غير سوي. يعني جربت مثلا العب كذا مره كل مره عم اعمل شيء جديد عم لا لقيت انه في واحدة بس من الشغلات اللي حتمشي معك مظبوط. عرفتوا كيف؟ فهي هي. مهم في مرات بيجيك طلبات كمان هون مثلا شوف هذا عم يقول انه نحن زعلانين لانه تركنا الارض. هون ليكو هذا حاطط زعلان. فهلا هيك صار عندنا نيجاتيف الناس صارت نيجاتيف فشوي شوي عم طولنا هون فنحن زعلانين. الارض تدمرت نحن زعلانين. فهلا ببلشوا شو يعملوا قصص. هاي التراست عم ينزل هيك تحاول ترفع التراست انك مثلا تظبط لهم اكل تظبط لهم اشياء هاي الاشياء. طيب هذا نعمل له ابجريد هون في نعمل له ريسيرش تعمل له ريسيرش تعمل له ابجريد مشان يصير احسن. هيك اشياء
المهم مثل ما قلت لكم صعب كتير، اللي حابب يلعب لعبة صعبة تشبه كتير فرست بانك، بس فرست بانك أحسن منه شوي، مع إنه هاي فضاء وهيك وأنا بحب الفضاء، بس فرست بانك الصراحة أحسن أفضل، بس ممتازة كمان كويسة. المهم تعور شيكم شغلة حلوة. المحطة الفضائية تبعكم هي عبارة كمان عن سفينة، فيعني إذا جيت أنا عملت هيك تلو طلع على هذا الكوكب. تمام، ففيك تحركها كمان، يعني فيك تتنقلها من محل لمحل وبصير السفن اللي معك انه بيروحوا بيجيبوا الاغراض. هلا مثلا كمان حتى فيك تشوفها هي ماشي، هذا هي مرقة جنب الكوكب، وهلا حتفوت بالغيمة، هون في غيمة رهيبة مثل عاصفة كونية او شيء. ايه طبعا هي ماشي عم تتفتت، لاحظوا شوي شوي عم تاكل لانه في يكون اجسام بالفضاء وهيك بتعد تكسرها. هلا المفروض انه فوت بالعاصفه هيك. نعم نسرع الجيم شوي. هوني مثلا دخلنا جوا العاصفه هون. فهذا حينزل شوي الهل تبع السفينه تبعنا. طبعا الدنيا ماشيه هون عادي، يعني طبعا الكهرباء بتنزل لانه الجمب بيستعمل الكهرباء، فلازم يكون عندك بطاريات. هلا انا باني بطاريات بس لازمني كمان، صح كمان لازم. المهم يب هاي هي اكسيون. ما حبيت اني احرق كتير بالقصة، بس يعني انا اوريدي قلت لكم انه حتفشل التجربه الاولى وحتحاول تحل المشكله كلياتها بعدين، بس اظن هذا جزء من اللعبه اصلا، صح. المهم شكرا كتير، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وبشوفكم.